سأعطيكم بهذا الفيديو آخر مستجدات ما يحدث بسبب فيروس كورونا اليوم الخميس 9 أبريل 2020. فقد خيم حزن كبير بين جنبات مركز مجدي يعقوب بأسوان لعلاج القلب بعد رصد 4 حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المركز، منهم 3 يعملون في طاقم الأمن ومريض يتلقى العلاج. فكيف تسلل الفيروس القاتل داخل مركز مجدي يعقوب؟ فقد كشف مصدر طبي داخل مركز مجدي يعقوب وأكد أن السبب في ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا يرجع إلى استقبال المركز لطفل صغير قادم من إحدى محافظات الوجه البحري، يعاني أحد أفراد أسرته من الإصابة بفيروس كورونا، وحضر معه قريبه المصاب ذات مرة لإجراء متابعة له داخل المركز، الأمر الذي أدى إلى إصابة طاقم الأمن. وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة من عزل جميع المناطق التي وجد بها إصابة مع تعقيم كافة المناطق الأخرى وتتبع دقيق لجميع المخالطين تماشيا مع الإرشادات العالمية والمحلية، حتى يستمر المركز في تأدية رسالته تجاه المرضى والمجتمع على أكمل وجه. وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن ال4 حالات لمريض و3 أفراد من طاقم الأمن. ده الدكتور مجدي يعقوب، ربنا يديله الصحة وإن شاء الله المركز يبقى سليم. ومن ناحية أخرى، وفي مشهد مؤثر للغاية، قامت إحدى الأمهات بالولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في ولاية أوهايو بتكفين ابنتها بطبقات من القماش للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لما ورد في صحيفة ABC الأمريكية أن الصورة التي التقطت لإحدى الأمهات التي كانت تعتصر ألما عندما فقدت القدرة على رؤية ابنتها التي تعمل ممرضة، فهي تعلم أنها يوميا تنتظر خبر إصابتها أو وفاتها بفيروس كورونا بسبب عملها مع المصابين. والتقط أحدهم صورة للأم التي كادت أن يميتها الشوق لابنتها الممرضة، فقد قامت ابنتها بارتداء بدلتها الواقية وكمامتها وغطت جسمها بقطعة قماش وكأنها تحضر كفنها. وذهبت الشابة البالغة من العمر 28 عاما بتلك الاحتياطات لتعانق والدتها، وقامت باحتياطات كبيرة حتى لا تصيب والدتها بمكروه أو تنقل العدوى لها. ودي الصورة اللي عشان تحضنها غطت البنت نفسها ب100 قطعة قماش وأخفت نفسها خالص. طبعا الصورة ديت قبل موضوع كورونا، والصورة برضو الجميلة ديت للأم وبنتها. ربنا يزيح عن العالم الوباء ويشفي المرضى. ومن ناحية أخرى، أكد مصدر بالإدارة الصحية في محافظة الدقهلية تسجيل 3 حالة إصابة بكورونا لمواطن في ميت غمر يبلغ من العمر 58 سنة مقيم بمدينة ميت غمر، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية بشأنه ونقله لمستشفى العزل. ومن ناحية أخرى، أكدت تحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة قيام شخص حاصل على بكالوريوس تجارة ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم الحوضية واتخاذها مكانا لتخزين المستلزمات الطبية تمهيدا لطرحها بالأسواق وبيعها بأسعار تفوق سعرها الأصلي بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستغلة من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأمكن ضبط الآتي: عدد 1,100,000 سرنجة، عدد 11,000 قفاز طبي اللي هو الجوانتي الطبي، عدد 150 كمامة طبية، عدد 3,700 جهاز أسطرة بول، عدد 153 جهاز تنفس صناعي منزلي، عدد 4,000 ماسك بخار لأجهزة التنفس، عدد 10,000 وصلة وريد، قرابة 5 طن قطن طبي أكياس وزن 1 كيلو جرام بمواجهة المتهم اعترف بحيازته وتخزينه للمضبوطات
بقصد طرحها للبيع بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ومن ناحية أخرى، قالت مصادر طبية بنقابة الأطباء أنه يوجد 31 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الزيتون التخصصي بالأميرية. وأكدت المصادر أن الحالات المصابة بها طبيب 31 من الأطقم الطبية المعاونة، وأغلبهم ممرضين مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ثبتت إيجابيتهم للفيروس. وأكدت المصادر أن العدوى انتقلت للمستشفى بعد استقبال سيدة مسنة 72 سنة يوم 23 مارس الماضي لعمل غسيل كلوي، وتم حجزها بالرعاية المركزة بعد الغسيل الكلوي. وبعد عدة أيام ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا، فتم إجراء تحليل لها وظهرت إيجابيته، ومع ذلك استمر حجزها بالمستشفى حتى وفاتها يوم 4 أبريل الجاري، فظهر دلوقتي 31 حالة. وفي خبر حزين من معهد الكبد القومي بشبين الكوم، الذي كان بمثابة طاقة النور لمرضى الكبد في الدلتا ومحافظات الجمهورية، حيث كان يقصده مئات المواطنين يوميا للعلاج وزيارة المرضى، ولم يقتصر على المصريين فقط بل كان يتردد عليه مواطنون من البلدان العربية، حيث تحول الحال وأصبح التعقيم هو عنوان المعهد. بعد ظهور حالتين ثبت إيجابية عيناتهما لممرضين من المعهد كان يعملان بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وتم عزلهما، واتخذ المعهد إجراءات وقائية لحماية المرضى والعاملين، حيث أعلن الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي من المنوفية أن الطابق الرابع كان يعمل به المصابين، ولكنهم لم يترددا على المعهد منذ 31 مارس 2020، موضحا أن المعهد أصدر قرارا منذ بداية أزمة كورونا بمنع وحظر العمل في أي مستشفى خاص خلال فترة تفشي المرض. وأضاف أنه تم تعقيم مركز للطابق الرابع وكافة أنحاء المعهد وعزل المخالطين للحالات بمنازلهم حتى يظهر أي أعراض عليهم، فيتوجهوا لعمل مسحة لبيان إصابتهم أو عدمه. وتابع أن المعهد منذ بداية أزمة كورونا تم تقليص الأعداد به والاكتفاء بالحالات الطارئة فقط، سواء نزيف بالكبد أو غيبوبة أو أي حالة حرجة يتم التعامل معه، إنما العلاج الداخلي تم إيقافه بعد الانتهاء من قوائم الانتظار في كافة التخصصات سواء الأشعة أو الأطفال أو المناظير وكافة التخصصات. وأوضح أنه تم إيقاف عمليات زراعة الكبد حتى إشعار آخر، حيث أن آخر مريض خرج من المستشفى وحالته جيدة هو والمتبرع، ويتم متابعتهما أولا بأول. ربنا يرجعه زي ما كان. وأكمل عميد معهد أنهم لم يعودوا بكامل طاقتهم حتى انتهاء المرض ورجوع كافة المستشفيات لعملية لمنع العدوى وحماية الأطباء والمرضى. ومن ناحية أخرى، نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة أسوان عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوم الخميس عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل المحافظة، وقالت أنه بلغ عدد الإصابات 45 حالة بأسوان وعدد الوفيات حالة واحدة منذ بداية ظهور الوباء. وأوضحت أن المحافظة سجلت اليوم 3 إصابات جديدة تم تحويلها لمستشفى العزل، كما تغيرت النتائج المعملية ل5 حالات من إيجابي لسلبي، وارتفعت أعداد حالات الشفاء من أبناء أسوان ل10 حالات. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر طبية عن وفاة 100 طبيب إيطالي بسبب فيروس كورونا حتى الآن في خبر عاجل على وكالة سكاي نيوز. ومنذ تفشي فيروس كورونا يواجه الأطباء الإيطاليون أوقات عصيبة، حيث تخطت الإصابات في البلاد 139 ألف حالة بعد 43 يوما فقط من اكتشاف المرض، والمريض رقم واحد في مدينة كوتوغنو في لومبارديا، كما وصلت حالات الوفاة الأكثر من 17 ألف حالة
توفاها خلال تلك المدة وحتى الآن. ربنا يشفي المصابين ويرحم المتوفين. لو أعجبكم الطريقة الجديدة إن أنا أجيب لكم كل يوم إيه آخر مستجدات كورونا، يا ريت تقولولنا في التعليقات. وشكرا للمحبين والمشاهدين، ويا ريت لو أعجبكم الفيديو تشتركوا في القناة، وشكرا لكم.